لذلك الإمام الشافعي رحمه الله جاء عنه أنه ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان كم؟ 60 ختمة. شوف 60 ختمة، يقول واحد كيف مستحيل؟ لا، 15 ساعة لو خليتها للقرآن، بل ربما أقل، لأن الجزء كم يأخذ منك؟ 20 دقيقة قراءة، يعني فيها شيء من السرعة، نص ساعة قراءة بطيئة عادية، طيب خليها 20 دقيقة، أوكي. 3 أجزاء ممكن تقرأها في الساعة الواحدة، يعني لو فرغت ليومك 10 ساعات 12 ساعة حصرية للقرآن، استختم القرآن 60 ختمة مثل الشافعي. ما نستطيع، لكن إيش اللي يشغلنا؟ يعني إذا كان هذا الذي اكتشف هذا المصباح الذي أضاء الدنيا أديسون، يقولون في ترجمته أن كان يعمل 20 ساعة في اليوم، وهذا كافر اكتشف أكثر من 1000 اختراع. 20 يوم يعمل، 20 ساعة يعمل في اليوم والليلة، 4 ساعات لنومه وطعامه وتعاملاته. طيب نحن عندنا هذا النور الذي هو أعظم نور يضيء الدنيا كلها، كيف ما نهتم؟ كيف ما نحرص؟ وخاصة الإخوة، طالب العلم، ما يليق طالب علم يمر عليه رمضان كاملا يختم القرآن 2 ختمات 3 ختمات 5 ختمات، هذا قليل بالنسبة لطالب العلم. وهذا موجود الآن في زماننا. أذكر واحد من مشايخ التحفيظ، يعني كنت أسمع عنده القرآن، يقول لي يا خالد، يقول لي عندي طالب أعمى، سألته كم تقرأ، كم تراجع في رمضان، هو خاتم القرآن عن ظهر قلب ما شاء الله يكرره، يقول يعني لما ألح عليه الشيخ قال يا شيخ يعني تقريبا أختم القرآن في رمضان 27 مرة تقريبا، أكاد أصل إلى 30، يعني تقريبا كل يوم ختمة. الإخوة، نعم، أنا ما أقصد أن الإنسان يقرأ قراءة هذك هذ الشعر يقرأ سريعا سريعا، لا، أنا قلت حتى لو تقرأ في 20 دقيقة الجزء تقرأ قراءة طيبة. والآن تتخيل أنت تتكرر عليك هذه الآيات مرة بعد مرة بعد مرة، والله هذا يؤثر كثيرا في قلبك. فعلينا الإخوة نعرف قدر هذه النعمة وقدر هذه الأوقات العظيمة في شهر رمضان. كان الإمام مالك إذا دخل رمضان حتى يترك مجالس الحديث والعلم ويقبل على تلاوة القرآن.